الحديث دائما عن مراجعة نظام التقاعد وكذلك عن مشروع قانون الاستثمار الذي يعرض هذه الأيام في بالمجلس الشعبي الوطني. إذا تفضل زميلي أحمد. إذن زميلي بس تتواصل لليوم الثاني أشغال المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة الدكتور العربي ولد خليفة. طبعا استعرض وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب أمس القانون وقدمه أمام نواب الشعب، حيث رفع من أجل قانون ترقية الاستثمار، وأوضح في مداخلته أمام النواب أنه سيدفع بالعجلة الاقتصادية، وكذلك سيحرر هذا القانون الجديد من التبعية للمحروقات واقتصاد الريع. للإشارة فقط، عقب مداخلات نواب الحزب العتيد الأفلان، لاحظنا أن نواب الأفلان طالبوا بإعادة النظر في قاعدة 51-49 التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد. للمزيد من التفاصيل حول هذا القانون وخاصة على القاعدة 49-51، يحضر معي على يساري كل من الأستاذ محمد جميعي رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، وكذلك يوسف خبابة قيادي في حركة النهضة، وعلى يميني الأستاذ عبد العزيز بالقايد قيادي ونائب في حركة مجتمع السلم، وكذلك بجانبه السيد أحمد داوي نائب عن حزب الكرامة. إذن أبدأ معك السيد جميعي. نواب الأفلان طالبوا في جلسة الأمس بإعادة النظر في قاعدة 49-51. ضعنا في الصورة. عم نواب الأفلان في مجمل تدخلاتهم لم يطالبوا فقط بالقاعدة 49-51 مجرد نقطة من النقاط، بل دعموا بقوة مشروع الاستثمار لما يحويه من يعني مبادرات وتحفيزات من شأنها أنها تبعث هذا المجال الهام، لأننا في جبهة التحرير الوطني نؤمن أنه في هذا العصر يعني لا سيادة للدول الضعيفة اقتصاديا، وتتأتى قوة اقتصادنا في الجزائر بتنويع مصادر دخله، ونستطيع أن نصل إلى هذا الهدف تنويع مصادر التمويل ببعث الاستثمار، ونركز في جبهة التحرير الوطني على بعث خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأننا نؤمن أنه عماد الاقتصاد الوطني. في قاعدة 49-51 نحن ننظر لها من بعض الزوايا، نحتفظ بها في مجالات معينة، مجالات استراتيجية التي تضمن كذلك سياسة الدولة، سيادة الدولة سياسيا، ونراها من جانب آخر أنها تعرقل الاستثمار في بعض المجالات، لأنه لا يعقل أنه نقول يجي واحد باش يفتح ولو مطعم في الجزائر يقول لازم تشارك يعني إنسان جزائري ويكون معلم عليك، خلينا نتكلموا بالعامية، يدي هو 51 عليك بالمئة، أو نطلب من شركة عملاقة. نحن نتكلم عن مناخ الاستثمار، نوفر كل مناخ الاستثمار ونفرض عليها شروط يعني من شأنها أنها تعرقلها، تملك الخبرة، تملك يعني التكنولوجيا، تملك النوهاو، تملك كل شيء، ونفرض عليها أنها تشترك مع يعني طرف جزائري ب 49% فقط. ودعني أشير إلى نقطة مهمة في جبهة التحرير الوطني، نحن لاحظنا خلال السنوات الماضية أن هذه فرض هذه المادة بعث كثير من الترافيك في البلاد، كاين شركات تجي وتشري دي بريتنو. نعم نعم أستاذ جميع، رسالة وصلت حتى يضيق الوقت فقط حتى نعطي هذه النقطة، يعني هذا لابد أنه نغلق الباب من هذه الزاوية. بارك الله فيكم على الاستضافة. رسالة وصلت، شكرا. إذا على يميني كذلك أستاذ عبد العزيز بلقايت، أنتم كنواب المعارضة كيف تنظرون إلى هذا القانون وخاصة القاعدة 49-51؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا نقول بلي أنا في الجزائر تأخرنا كثيرا، يعني تأخرنا كثيرا في موضوع الاستثمار، وضيعنا كثير من الفرص على الجزائر فيما يخص نهضة اقتصادية. أول حاجة أننا تعاملنا مع موضوع الاقتصاد كآخر أولوية في الجزائر.
ان منذ الاستقلال لهنا الجزائر لم تقم باعداد رؤيه اقتصاديه لنهضه الوطن. اثنين، ما مارسناش الحوكمه في تسيير ما نملكه، يعني ما نملكه من قدرات وممتلكات يعني ماليه وبشريه وغيرها، يعني من اجل توظيفها لاقتصاد او نهضه الاقتصاد الوطني في البلاد. ثلاثه، هذه موضوع القاعده 51 49، هذا راهي من 2009، عمرنا ما درنا تقييم لها، واحنا من ضاعطه من 2009 وننادي بضروره اعاده النظر في هذه القاعده اللي قاعده تعرقل في الاقتصاد الوطني. معنا في سنه 2016 باشفقنا بان هذه القاعده راهي تعرقل في الاقتصاد الوطني. كاين لا فالي فيرسا افون، كاين لا فالي فيرسا نهار اللي كان البترول يعني في السعر تاعو 120 دولار و 140 دولار، كنا في ذاك الوقت كنا قادرين نروحوا الى يعني تعديل هذه الماده بما يخدم الاقتصاد الوطني، بما يعدد. نعم نعم، انتم تعدد مصادر يعني كما يقول مصادر الدخل تاع البلاد. نعم، رسالة وصلت. أنتم تقاسمون كذلك جبهتي الوطني في قضية أن 49-51 هي تمثل حاجزا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية. ننتقل إلى حزب الكرامة، ما هو تعليقك على القاعدة وقانون الاستثمار بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إحنا في حزب الكرامة نشوف أنه قاعدة 51-49% الحقيقة يعني رؤيتنا لا تختلف كثيرا على رؤية جبهة التحرير الوطني، اللي أننا نشوف أنه هذه المادة يجب الإبقاء عليها في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة، المحروقات بصفة عامة. أما قطاع الخدمات وغيره فلا بد من إعادة النظر وترك المجال للأقوى في التسيير من أجل فتح مناصب شغل، من أجل تكنولوجيا، من أجل الاحتكاك بخبرات أجنبية أخرى. أيضا احنا كانت لنا نظرة في تدخلنا في حزب الكرامة في هذه المناقشة، وقلنا أن الشعب الجزائري لا يثق كثيرا في النصوص التي تطرحها الحكومة بصفة عامة، وبالتالي يريد أن يرى أشياء ملموسة. الآن الاستثمار في الجزائر يعاني من البيروقراطية، إذا كان نشوفه في بعض الدول أنه 6 دقائق هي كافية لإنشاء شركة، في الجزائر ربما أكثر من 6 شهور باش تنشد شركة وتكون في أرض الواقع. إذن عرقل البيروقراطية، رسالة وصلت. إذا ننتقل إلى يوسف خبابة، قيادي في حركة النهضة. طبعا سمعت الضيوف علقوا على قانون الاستثمار، على قاعدة 49-51، حركة النهضة ما رأيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هناك يعني شبه توافق في وجهات النظر حول هذا الموضوع، خاصة ما تعلق بهذه القاعدة 51-49، ذلك أنها يعني نحن نتحرك بسرعة الحلزون في حين أن الوضع الاقتصادي يتطلب جرأة ورفع للتحديات وللعراقيل على فسح المجال للاستثمار بصفة عامة وبسرعة أكبر إذا أردنا فعلا أن ننتقل من الاقتصاد المربوط بالريع البترولي إلى اقتصاد متنوع وإلى اقتصاد منتج للثروة. قاعدة 49-51 من المفروض أن تتراجع إلى الوراء وتبقى فقط بالنسبة للقضايا التي تمس السيادة الوطنية والاستراتيجية، ثم نفسح المجال في باقي القطاعات خاصة في الفلاحة والصناعة والسياحة لاستثمارات مفتوحة. كذلك بالنسبة لوضعنا الاقتصادي ما زال هناك تخوف من الاستدانة الخارجية. نحن نتوقع في حركة النهضة أنه من المفروض أن نستشرف المستقبل وأن نحافظ على وتيرة التنمية وألا نوقف يعني التنمية بسبب الضعف المالي. ينبغي أن نمر إلى تنمية ونحافظ على وتيرة التنمية ولو تطلب الأمر استدانة خارجية. إذا نعم زميلي، بس كما لاحظت طبعا سواء النواب باختلاف توجهاتهم الأيديولوجية والسياسية يتفقون على نقطة واحدة، ألا وهي أن يجب إعادة النظر في قاعدة 49-51 التي تمخضت عن قانون ترقية الاستثمار الجديد الذي عرضه. نعم، وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. نعم، في انتظار انتهاء جلسات النقاش سنوفيكم أول بأول بالتفاصيل.